فبعد إخلاء سبيل المانجر أو الصديقة إيمان تسونامي الله يرحمها وحجز الهاتف ديالها من أجل التحقيق والتحليل من طرف الشرطة التقنية والعلمية، فالشرطة القضائية إخوان أخواتي استمعت من جديد إلى أعضاء الفرقة الموسيقية اللي كانوا ضمن المجموعة إيمان تسونامي على خلفية إخبارية والتي قدمت بها سيدة مجهولة لدى المصالح الأمنية تهم إحدى العضوات المجموعة الموسيقية والتي تتهمها بتقديم التكال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، أنتم كتبعوا هذا الفيديو فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والبرتاج باش دائما توصلوا بما هو جديد. إخواني أخواتي في آخر المستجدات والأبحاث وكذلك التحقيقات اللي كتقوم بها الفرقة القضائية، هناك تسريب واحد مكالمة هاتفية واللي كانت دارت بين إيمان تسونامي الله يرحمها وكذلك سيدة من الفرقة الموسيقية ومن نفس الدومين اللي كتشتغل به إيمان تسونامي، وهذا الشيء كامل هو السبب اللي خلى هاد السيدة أنها تسمم إيمان في المنزل ديالها والتحريات العناصر الأمنية في الشرطة العلمية والتقنية اللي غيكتشفوا الحقيقة وراء هذا التسميم واللي كان الغرض منه الأول والأخير هو الإزاحة ديالها من المجال تشيخيت خصوصا والطلبيات اللي كانت عليها سواء داخل أرض الوطن أو خارج، خصوصا وأن كما تعرفوا إخوان إخواتي إيمان تسونامي اللي عرفت واكتسحت واحد الشهرة كبيرة سواء على الصعيد الوطني أو الخارج، فكذلك بعض الدول العربية دائما كانت عليها واحد الطلبيات اللي هي كثيرة، وهادشي اللي خلى إحدى السيدات واللي غيتم الكشف عليها عما قريب بخصوص هذا التسميم أو لهذا التكال على أين. فمن بعد ما كنا كنظنوا ان هذيك المانجر او الصديقه ديالها اللي كانت هي المشبه فيها الرئيسيه بخصوص هذا التسميم، فالهاتف ديالها فعلا تم الحجز ديالو من طرف الفرقه التقنيه اللي غيكشف حتى هو بعض المعلومات، فان كانت يعني بريئه فغتاخذ يعني البراءه ديالها، واذا كانت متهمه فلا بد ان القانون يعاقب في مثل هذه الحالات لان التسمم فهو يعني جريمه. فأمام هذه التطورات اللي هي خطيرة واللي مست واحد الإنسانة فنانة اللي في المجال التشيخيت واللي كانوا حاولوا هذه العصابة أنهم يسموها في المرة الأولى والمرة الثانية واللي كانت فاشلة وفي الأخير اللي كان الغرض ديالهم أنهم يصفوا عليها بتلك الطريقة، والأكيد أن هذا التكال يعني داخل فيه يعني بعض المشعوذين الفقهاء، والأكيد هنا كيتبين أن الجهات المختصة اللي صراحة غير قادرة على ردع ومنع وتوقيف كل المشعوذين وكذلك السحرة يعني بحيث ينقرض هذا النوع من الشركيات في المجتمع ديالنا. وهذا السؤال المطروح كما يجب وضع مسطرة قانونية تحاكم كل من يشجع وكيشارك وكيذهب عند هؤلاء الكهنة اللي صراحة هذا هو السبب الرئيسي اللي خلاو أنهم يقدموا هذاك التكال اللي كان الضربة القاضية والأخيرة أنها توفيها المنية، فالله يرحمها إخوان إخواتي وتبت عن السؤال ويغفر لها والله ياخذ الحق في اللي كان السبب وفي اللي كيآذي خوه المسلم كما آذاه هذا إيمان تسونامي اللي صراحة لكل يعني الناس المقربين منها كيأكدوا أنها هي كانت المعيل الوحيد لهذه العائلة، فهي خلات جبنتات اللي مازال كيعيشوا واحد الحالة نفسية مزرية وكيتمناو من الله عز وجل أن هاد مولاة الفعلة خصوصا يعني كما كنقولوا الرعزين عند الله سبحانه وتعالى، فهي بانت خصوصا وأن هاد يعني الأخبار اللي صراحة اللي غتفك من هاد اللغز. وحتى إيمان تسونامي إخوان إخواتي اللي كانت هذه قبل سنة من تشافات وكان واحد الحوار في إحدى القنوات منابر إعلامية وأكدت أن من قدم لهذاك التكال فهو من نفس الدومين وهي عارفة وكانت دائما خايفة أنها يعني يتم انتقام بطريقة أخرى، ربما يصفوه بشي حاجة أخرى بطريقة أخرى، ربما يضربوه بشي سكين يعني بشي سلاح أبيض أو ما إلى ذلك، فهذا الشيء اللي خلاها أنها يعني تلتزم الصمت، ولكن الخطأ الوحيد أنها يعني ملتجئات يعني للشرطة
ووضعت شكاية ضد هؤلاء. فالأكيد أن إمام تسونامي هذا الإنسان المؤدب المحترم اللي كل شيء كيعرفها الأخذ أخلاق عالية، عمرها ما آذت شي واحد، عمرها يعني ما يعني دائما كتدافع على المكلومين المظلومين الفقراء، كتعاون الأم ديالها، كتعاون بناتها، كتعاون يعني حتى الأستاذ ديال العمارة اللي كانت كتعاونه. فالأكيد هاد الناس لازم ياخذوا يعني الحق ديالهم، ياخذوا الجزاء ديالهم يعني جراء هاد الفعلة اللي هي خطيرة وخطيرة جدا. فهناك العديد من المشعوذين للأسف إخوان إخواتي اللي معروفين ومتمركزين في المدن الكبرى، ودي الطامة الكبرى صراحة، والاختصاص ديالهم غير التكال، يعني دائما غير كيبغيو يؤذيو عباد الله ويخرجوا على الحياة ديال بزاف ديال الناس، ومازالين صراحة أنهم يعني مستمرين في هذا المجال في هذا الإجرام ديالهم اللي غيخص لابد أنهم يتم المعاقبة ديالهم، واللي كيخص الحكومة يعني من هذا المنوال من هذا الصفحة ومن هذا الكلام اللي كنتكلموا في هذا الموضوع، خص لابد أنها تعطي حق للناس أنهم يديروا واحد الشكايات يعني للشرطة وتقتحم بيوت لهاد المجرمين ويعاقبوهم قانونيا. يعني هادشي اللي خصو يكون، ولا ولكن هادشي ما كنشوفوش من هاد القبيل. لا صراحه هادشي كنتاسفوا ليه، ومازال مستمرين هاد الناس في هاد الاعمال الاجراميه، خصوصا يعني في ديك المدن اللي صراحه والاحياء اللي كتكون مهمشه واحياء الفقيره، واللي دائما انهم ما كيقدروش يعني يوضعوا الشكايات ضدهم خوفا يعني من الانتقام. دائما الانسان او الجار اللي كيكون جار واحد الانسان يعني كيمارس هذه المهنه ديال الشعوذه كيخاف انه يديكلاري به للشرطه خوفا من الانتقام، ربما كيقول الا مشيت ديكلاريت به يعني غدا ولا بعد غدا غيحط لي تاني التكال ويصفيها ليا، وهذا هو الخطا الكبير اللي صراحه خص لابد ان القانون يحمي هاد الناس اللي كيوضعوا الشكايات ضد هؤلاء. فامام هاد التطورات صراحه الاخوان اخوتي لازم انهم يتم ردع هؤلاء المشعوذين بسن واحد القانون اللي خصو يكون يعني واحد الاحكام صارمه في حقهم، باش مره اخرى ما يعودوش انهم يقدموا في مثل هذه الحالات التوكال الزجاج يعني. فصراحه خصها تكون احكام صارمه ومشدده. فايمان تسونامي صراحه راه مشات عند الله سبحانه وتعالى، وكيبقاو هاد الموالين الفعلة الرئيسيين وحتى المشتبهه الرئيسيه اللي هي عضوه من اعضاء الفرقه الموسيقيه، واللي هي كتخدم في المجال التشيخيت، واللي كان السبب الرئيسي هو كما ذكرت يعني الغيره وكذلك الحقد، وحتى انهم كيحاولوا انهم يزيحوا ايمان تسونامي من هذا المجال الفني، وتبقى يعني هذه الفرقه كتنشط بوحدها وبالتالي يجنيوا اموال طائله. فهنا كيتبين لنا هذا الحسد وهذا الغيره وهذا الحقد، فلازم ان مولاه راه ما كيطولش. فهنا بانت الحقيقه كما كنقولوا ان الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى، فمهما طال الزمن او قصر، فبعد ما كنا كنظنوا ان هذيك المانجر هي المشابه الرئيسي في هادشي كامل، وكن كل شيء كان كيظن انها هي اللي كانت يعني وضعت هذاك الزجاج يعني في الريدبو، وحتى انها كانت كتكلم بعفويه على حسب الراي ديالها. فهنا تبين لنا انه فعلا هاد العضوه من اعضاء الفرقه الموسيقيه واللي هي الشيخه والهاتف ديالها اللي فضحها امام الشرطه وامام الشرطه العلميه والتقنيه اللي غتكشف الحقيقه ما دار بينها وبين ايمان تسونامي. فعلا هنا خص لازم انه تاخذ الجزاء ديالها.